ازيكم؟ عاملين النهارده توميه تحفه موجوده عندنا في البيت، كل مكوناتها موجوده عندنا في البيت. تيجوا نشوف عملناها مع بعض ازاي. يلا ما تروحوش في اي حته، مستنياكم. وقبل ما تيجوا تدوس على الجرس عشان يوصل مني كل جديد. اتفضلوا معايا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وسعاده يا رب. النهارده هنعمل توميه مع بعض. التوميه لها طريقتين، طريقه بالبيض، الطريقه الثانيه يا اما بالمايونيز يا اما نعملها بالزبادي. معانا 4 معالق نشا، معانا 2 كوباية لبن، معانا 2 كوباية ميه، معانا 2 معالق ملح صغيره، معانا 1/4 كوباية زيت، معانا 1/2 كوباية لبن، معانا زبديه، معانا الليمونه ديت هنعملها عصير ليمون. تعال الاول ناخد اللبن والميه مع بعض. هندوبهم شويه قبل ما نحطهم على النار في حله كده، وبعد كده ننزل عليهم بالنشا. تعال نشوف هنعمل مع بعض ايه. معانا وعاء بارد، هنحط الاول الميه وهنحط اللبن مع بعض وهنقلبهم مع بعض شويه كده. كل ده على البارد، وبعد كده ننزل بالنشا بتاعتنا. معانا 4 معالق نشا هننزل بيهم، نقلبهم، بعد كده نولع عليهم النار. هنفضل نقلب فيها كده لحد ما تتجانس مع بعضها، تبقى عاملة زي المهلبية كده. شايفين قلبت ازاي؟ ما يقرب يتقل كده نبتدي نوطي عليه لحد ما يتجانس مع بعضه. شايفين بقت عامله شبه المهلبية. نقلب فيها شوية وبعد كده ننزل مع النار. نبدأ نقلب كده لحد ما تدينا القوام اللي احنا عايزينه. شايفين هننزلها من على النار ونسيبها تبرد شويه. لازم تبرد خالص وتمسك في نفسها، وبعد كده هنحط بقيه المكونات عليها ونضربهم مع بعض كويس. شايفين التجانس بتاعها؟ شايفين عامله ازاي؟ شايفين؟ هنطفي بقى ونفضيها في طبق كده ونسيبها تبرد مع نفسها، وبعد كده نرجع نشتغل بيها تاني. شايفين احنا عملنا ايه؟ شايفين؟ شايفين بقى قوامها عامل ازاي؟ شايفين؟ هنسيبها دلوقتي تبرد خالص، ولازم تبقى ماسكه في نفسها كده، ونرجع نضربها مع بقية مكوناتها. هتبرد وبعد كده نشتغل فيها تاني. شايفين بقى بعد ما طلعت من التلاجة، بعد ما ريحناها شوية، شايفين بقت عاملة ازاي؟ شايفين متماسكة متجانسة ازاي؟ هنحطها في الخلاط وهنحط معاها بقية المكونات. وفي حاجة انا نسيت اقولها، بس ان في انا معايا حاطة 3 فصوص ثوم، هو الثوم اساسي، فالثوم ده بقى براحتكم انتوا، وشوفوا انتوا عايزين تحطوا قد ايه فيه. انا هنا حاطة 3 فصوص كبار، اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه، الثوم ده يرجع اختياري ليكم انتوا. هنحطهم في الخلاط دلوقتي كده. كده احنا حطينا الخلاط بتاعنا اهو. هنحط بقى الزيت، 1/4 كوباية زيت، نحط الثوم بتاعنا، قلنا الثوم اختياري ليكم، نحط الليمون. انا حاطه ليمونيه، ممكن تحطوا نص ليمونه، انا حاطه ليمونيه. نحط الملح، قلت عندي 2 كوباية زبادي. بعد كده هنزل باللبن، نص كوبايه لبن، نضربهم في الخلاط كويس جدا. شايفين بقى الخليط عامل ازاي؟ بصوا ايه رايكم؟ عايزين تقلوها اكتر من كده، خلوا سمكها تقيل، عايزين تخفوها، دي حاجات ترجع لكم. بس هي كده السمك بتاعها ما شاء الله جميل جدا، مش محتاجه اي حاجه تانية. تعالوا نقدمها مع بعض. وبكده نكون خلصناها. ايه رايكم بقى في طريقه التقديم ديت؟ دي كده احنا حطيناها في علبه، ممكن ندخلها في التلاجة ونحطها في الفريزر
زي ما احنا عايزين نحتفظ بيها كده. يا رب تكون عجبتكم، وطريقتها سهلة جدا ومكوناتها كلها في البيت وبأبسط عمل ممكن تتعمل. يا رب تعجبكم وتجربوها وتقول لي ارائكم. مستنيه ارائكم، مستنيه كومنتاتكم، مستنيه شير، ومستنيه لايك، ومستنيه سبسكرايب، وانتظروا مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.